السلام عليكم. هنتكلم النهاردة عن التثدي، مشكلة بيقابلها ناس كتير جدا، مشكلة بيقابلها معظم الشباب خاصة عند مرحلة البلوغ، مشكلة بيشتكي منها ناس كتير جدا بسبب الشكل، بسبب احيانا ألم في المنطقة دي. هنتكلم النهاردة ان شاء الله. ايه ده، ثانية، هو بس ده الاستوديو بتاع الكورة؟ نتكلم هنا عن ريال مدريد، برشلونة، اهلي، زمالك، دوري الابطال، افريقيا، اوروبا وهكذا، فاحنا لازم نرجع للاستوديو الطبي. ايوه، هنتكلم ان شاء الله عن التثدي، عن الاسباب والعلاج وعن الحالات المشابهه اللي احنا بنقابلها. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا يا ريت تنسى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس لتوصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. ومبدئيا قبل ما ابدا اتكلم عن التثدي لازم تاخد بالك ان التثدي مش مشكله خطيره، مش مشكله كارثيه، بالعكس هي مش ازمه، بس عاده السبب الاساسي واللي كتير من الناس بيشتكوا منها هو المظهر الخارجي، الشكل الخارج مش عاجبني. انا لما بشوف نفسي في المرايه لما بكون في مصيف وببدا اقلع هدومي مش عاجبني منظري، فانا ببدا اتحرك عشان اتعالج من المشكله دي. هنتكلم عن الاسباب. اول حاجه وهي التغيرات الهرمونيه. اهم حاجه في التغيرات الهرمونيه ان انا اعرف ايه الفكره اصلا بتاعت الهرمونات. انا عندي في الجسم هرمونات كتير جدا، اللي بيطلع من الغده الدرقيه، اللي بيطلع من الغده النخاميه، اللي بيطلع، ولكن هتكلم على الهرمونات اللي بتطلع والمسؤوله عن الصفات الجنسيه سواء للراجل او للست. خد بالك ان هرمونات الذكوره اسمها التستوستيرون، واتكلمنا ازاي نزودها في حلقه قبل كده، تقدر تشوفها من الوصف تحت او في الاي اللي هيطلع لك هنا وهنا. وفي الهرمونات الانثويه المسؤوله عن الصفات الانثويه للبنات وهي اسمها الاستروجين. زي ما اتكلمنا ان هرمون التستوستيرون موجود عند الرجاله والستات ولكن بنسب قليله او بنسب مختلفه، فالتستوستيرون زايد عند الرجاله والاستروجين زايد عند الستات، الا انه بيكون الهرمون الثاني موجود معاه كده كده. بالنسبه للرجاله لو هرمون التستوستيرون في الوضع العالي بتاعه دي مفيش مشكله لانه طبيعي انه يبقى عالي اصلا، انما هرمون الانوثه او الاستروجين لو زايد شويه وهو المسؤول عن نمو الثديين هو اللي ساعات بيعمل لي مشكله التثدي. فمشكله التثدي باختصار هو وجود هرمون الاستروجين بنسبه زياده شويه. هنتكلم عن الثلاث مراحل اللي بيجي فيهم التثدي بشكل طبيعي في الجسم. اولا عند الرضع، وهم عند الاطفال نتيجه ان بيبقوا واخدين من هرمون الاستروجين من الامهات اثناء الولاده، فبتلاقي الطفل مولود عنده شويه بروز في منطقه الصدر وبيختفي من اسبوعين لثلاث اسابيع بعد الولاده. وفي التثدي في سن البلوغ من عند 14-15 سنه، وده بيبقى طبيعي جدا 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 لان معظم الولاد بشكل عام اول ما يبدا مرحله البلوغ وفي منطقه الحلمه بالذات بتبدا تحس ان بقى شكلها غامق شويه وبدات تزيد في الحجم وبدات تبقى نازله ومدلدله شويه لتحت. طبعا الشكل بيبقى غير مألوف للجسم وبالتالي انت بتبدا تحس ان في حاجه غلط، الا انه بيكون طبيعي بيختفي من 6 شهور لسنتين. في ناس قالت سنه ولكن على ابعد الاراء يعني قال ان هو سنتين، فبعد سنتين المشكله دي بتختفي كده كده وما بيبقاش موجود فيه تثدي. في تثدي في مرحله متاخره من العمر بيبقى من 50 ل69 سنه، وده نتيجه نقص هرمون الذكوره او التستوستيرون في الجسم، فبيخلي الاستروجين عالي شويه فممكن يسبب لي التثدي. طيب دي الثلاث اشكال الطبيعيه للتثدي والاوقات اللي بيختفي فيها. طيب لو ما اختفاش وفضل مكمل معايا فتره طويله ببدا الجا لحل من الاثنين. اولا انا قلت المشكله سببها هرمونات، فانا ببدا الجا لدكتور الغدد بحيث يظبط لي هرمونات جسمي سواء هرمون التستوستيرون قليل او هرمون الاستروجين زياده، فبيبدا يظبط لي المناطق دي او جو الهرمونات في جسمي علشان ارتاح. طيب لو الهرمونات اتظبطت وبرضه لسه في المشكله ببدا الجا للحل الجراحي، ولازم تاخد بالك قوي ان دي مش مشكله خطيره، بالعكس الجراحه حتى فيه مش بتاخد وقت، بتخلص على طول وغير مكلفه بالشكل اللي انت متخيله وحاجه بسيطه، فالتثدي او علاجه الجراحي مش مشكله. طيب بالنسبه للمضاعفات، هو فعليا مفيش مضاعفات بشكل مباشر بسبب التثدي، ولكن حالات نادره جدا بتشتكي من الم في منطقه الصدر او من البريست او الصدر نفسه، بتحس في مشكله او في الم فيه، قليله جدا ومش موجوده بشكل كبير، فالمضاعفات تكاد تكون غير موجوده، بس الحاجه الوحيده اللي بتسبب لك مشكله هو المظهر الخارجي، هي الحاجه اللي انت لما بتشوف شكلك ما بتبقاش مبسوط. طيب في حاجة بقى على النقيض بتدي شكل التثدي وكتير من الناس بتتوهم ما بين التثدي وما بين اللي انا هتكلم عنه دلوقتي، وهو زيادة الوزن. زيادة الوزن او زيادة الدهون في الجسم او زيادة الطبقة الدهنية اللي فوق البريست او اللي فوق الصدر هي اللي بتعمل الشكل ده وبالتالي تخلي شكل الصدر مايل لقدام. طيب دي حلها ايه؟ وبكل بساطة انك تتبع نظام غذائي صحي علشان تقلل الدهون في الجسم. الدهون لما بتنزل من الجسم بتنزل من الجسم كله وبالتالي تبدأ تقل من منطقة الصدر. طيب انا هلعب ضغط؟ طب انا هلعب عقلة؟ طب انا هلعب تمارين؟ طب انا هلعب بنش؟ طب انا هلعب؟ طب انا هلعب؟ ولا ليها أي لازمة؟ مفيش تمرين رياضي واحد يقدر يتحكم في نسبة الدهون في منطقة معينة، ما ينفعش تشتغل تمرين على عضلة معينة عشان تقلل الدهون فيها، مفيش حاجة اسمها الكلام ده، أنت بتشتغل على الجسم كله وبالتالي الدهون تقل في الجسم كله، ما ينفعش الدهون تقل أو تنتهي
في مكان واحد بس، ما ينفعش تلعب بطن عشان الكرش يقل، انت بتلعب علشان يشد البطن مع الوقت ومع النظام الغذائي ومع ومع ومع، كل ده بيتظبط، انما حاجه لوحدها ما بتنفعش. نهايه لو وصلت لحد هنا يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس لتشترك في الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله بعد كده على طول. سلام عليكم.